السلام عليكم أصدقائي، كيفكن؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم رح سوي أنا وياكم مرقة العظم. مثل ما شايفين قدامنا عندي كمية من العظام، طبعا هيدي عظمة فخدة الغنم، أنا طلبتها مخصوص من اللحام، وكل عظمة طلبت إنه يقطع لي إياها بالنص. بالبداية بدي أقول لكم شغلة كتير مهمة، بقلب العظم بيكون في نوع من النخاع، مادة دهنية عادة، هيدي كتير مهمة ومفيدة للجسم. عودوا أطفالكم لما تسلقوا إنه يبلشوا يتعودوا عليها وياكلوها، صراحة بنصحكم فيها وبنصح فيها كمان لأطفالكم. أنا مرة أستاذ العلوم كان عم يحكي عن المسألة وخبرنا إنه أهم من العظم نفسه اللحم اللي بتكون موجودة عليه من برا هي الانخاعات اللي بتكون موجودة داخل العظم. شغلة تانية، أنا كل فترة بوصي اللحام اللي بشتري منه إنه يعطيني مثلا كيلو كيلو ونص من الدهن، بجيبهم على البيت، دهن الغنم طبعا، بجيبهم على البيت وبنقعهم لمدة ساعة بمي وملح وخل وهيك لتروح اي ريحة او اي شيء ما بدي اياه فيهم، بغسلهم وبنشفهم وبعدين بقطعهم مكعبات صغيرة وبحطهم باكياس بالفريزر. الهدف منهم انه انا استعمل الدهن الحيواني كبديل عن الدهن النباتي الموجود بالسوبر ماركت، وبيعطوا نكهة كتير طيبة للكباب، للمشاوي، للحمة، مية اللحم مثلا، لاي شيء بدي استفاد يكون في دهن. قطعة قطعتين ثلاثة اربع حسب الكمية اللي بدكم اياها حطوها، صدقوني ما رح تندموا ابدا. وهي هيدي الدهنه هي بديل صحي عن الزيوت، يعني انا لما بدي اجي اطبخ وعامله ميه لحم وتطلع ناشفه ما فيها ابدا دسومه، بدي اضطر احط زيوت تانية، زيوت المهدرجه او المارجرين او اي شغلات تانية المتوفره عندي اللي هي الماده الرخيصه، لانه مش كل واحد قادر يحط الاشياء الغاليه. فهيدي الدهنه صراحه استخدموها وحطوها بالفريزر، هي ماده صحيه بتستفادوا منها وبتعطي دسومه لاكلكم. الشيء الثاني الكرفس. الكرفس صراحة وإله أكلات بينطبخ منه، بس عادة نحن بنقلل مروة أو بنستكتر بنقول شو بدنا نسوي فيه، بدي أجيب علبة كرفس. أنا كل فترة بجيب وحدة كرفس حقها يورو يورو شوي، بغسلها منيح، بنشفها، بقطعها مكعبات صغيرة وبحطها بالفريزر مثل ما شايفين. ونفس الشيء بعمل مع الكركم. في عنا كركم طبعا جاهز البودر المجفف المطحون، وعنا بالسوق متوفر كركم طازة. هلا دائما بنقول انه اذا بدنا نجيب الكركم الطازه يمكن ما استخدمه، هذه بتوجه الكل انه بتخرب الكميه، بحطها بالبراد وبتخرب. انا بجيبها بغسلها بنشفها وبقطعها مثل هالشكل اللي شايفينه، بستعملها للشاي، بستعملها اذا بدي اسلق فروج، بستعملها مع اي اكل بدها كركم، بتعطي نكهه كتير طيبه. كمان نفس الشيء بالبصل، احيانا بجيب ضمه البصل وما بنستعملها كلها وبتبقى بالثلاجه فوق البراد اللي هو الثلاجه لحتى تخرب. انا اذا بقي منها شيء وحسيتهم رح يخربوا، قبل ما يخربوا بقطعهم وبحطهم بالفريزر، بستعملهم لوقت السلق اذا بدي اعمل ميه اللحم، ميه العظم عفوا. فهلا مثل ما شايفين حطيت كرافس، حطيت بصل اخضر وحطيت الكركم، بصل صغيري كمان. مثل ما شايفين انا بقلكن انه نحن رح نعمل ميه مرق كتير طيبه من الحواضر الموجوده بالبيت، يعني نحن ما عم نجيبها او ما في مش موجوده، هذه الامور البسيطه بتوقع اغلب البيوت موجوده عندهم. ضفت كمان قطعه من الفلفل الاحمر، اذا متوفر اخضر كمان حطه، كمان 3 حصص ثوم، طبعا الثوم معروف انه هو مضاد حيوي طبيعي. اذا بنطلع انه كميه الخضره اللي حطيناها هون لحتى تعطينا هي كمطيبات عطريه للعظم، للمي اللي بدها تطلع من سلق العظم، هي كلها لها فوائد غذائيه، يعني اذا نحن بنبحث وبنشوف فوائد كل وحده بوحده، نحن هون عن جد عم ناخذ عن كميه فوائد غذائيه. فنحن هذا المي يعني ما بتكلفنا شيء، وعن جد كتير مهمه انه تكون موجوده حتى لو مره بالاسبوع عملناها كشوربه لنا ولاولادنا، عن جد كتير رح تستفادوا. ضفت كمان كم عرق بقدونس مثل ما شايفين، الورق والغصن مثل ما هو، وهذه البصل اللي كنت بدي احطها بس بعدين قلت لكم حطيت المجمده بالفريزر. كمان اللي بيعطي نكهة كتير طيبة هي البندورة. عندكم حبة بندورة مستوية قطعوها وحطوها، أنا صادف إنه عندي هذه البندورة اليوم جبتها. طبعا هيدي 250 جرام مثل ما شايفينها اللي بسموها هون شيري طومات. هيدي البندورة أو البندورة الكرزية أنا كتير بحبها، واليوم كان عليها عند الأتراك تخفيضات 50 سنت العلبة، يعني نص يورو ل 250، يعني الكيلو ب2 يورو. حسيتهم إنه بهذه الشغلات الواحد لما يكون في تخفيضات يستفاد منها، بنصح فيها دائما. قطعت 4 5 حبات بندورة، وهلا رح اغمرهم بالماء، بس الاول رح احط كمان اعشاب عطرية او بهارات مجففة. هيدا طبعا الفلفل الاحمر الحار
كوري بالأصل، بستعمله لأكلات كورية لما أطبخ. اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين شي يوم أطبخ لكم كوري، كمان اكتبوا لي بالتعليقات. حطيت 3 قرون، وكمان لحط عودين قرفة أو دارسين، هيدي المطيبات العطرية التانية اللي ناشفة، وكمان لحط كم حبة هيل. البهارات الجافة ملح كتير مثل ما شايفين، بس حطيت قرفة اللي هو الدارسين وهيل وحار ليعطي هيك شوي حدية، أو شطة مجففة. وكمان لحط هذا الفلفل الأسود، الفلفل الأسود دايما بكل شي بيعطيه نكهة، يعني الفلفل الأسود مثل الملح. طبعا عصيرة الملح أنا ما رح أحط ملح هلا، بعدين على آخر لحظة لحط شوية ملح. طبعا الملح كل واحد وحاجته، بقصد كل واحد وذوقه، الناس بتحب الملح شوي، الناس بتحب خفيف، هذا شيء انا ما رح اتدخل فيه، انتو شو حابين كتروا ملح، انا من جهتي ما بحب كتر ملح. وعندي هيدا الليمون العماني او اللومي المجفف، كل واحد بسميه شكل، هو عبارة عن حامض بطريقة معينة جففه. اللي ما متعود عليه وحابب يستعمله، طبعا اول خطوة نقعوه تقريبا لمدة نص ساعة بمي عادي من الحنفية، نص ساعة لربع ساعة بكفي. انا بفضل قطعه هيك قصه بالنص لحتى الحموضة كمان اللي جوا تطلع لبرا. اللي ما متعود عليه يحط حبة وحدة حاليا، انا بنصحكم لانه احيانا بصير شوي طعمة مرة، فانتو اذا ما متعودين على هذه النكهة استعملوا وحدة كبداية، واذا بدكم كمان فيكم تستغنوا عنها نهائيا بعدين للشوربة، اذا حابين تستعملوها للشوربة كشوربة بتعصروا حامضة بتحطوها، طيب الشوربة تكون حامضة. بعض الاكلات اصلا بهذا اللومي هي اللي بتطلع له طعمته، بس نحن كشعوب خاصة بلاد الشام وهيك ما معودين، او جديد دخل على حياتنا فحسب المتعود عليه. وعلى فكرة هو هيدا كمان اللي ما بيعرفه بيقدروا يعملوا منه شاي، وكتير طيب ومهم كمان ومفيد للجسم، شاي اللومي او شاي الحامض العماني بسموه هيك او هيك شيء. فانتوا اذا مش معودين عليه مثل عنا بلبنان دخل جديد عليهم من السنوات الاخيرة ما معودين عليه، بالخليج معودين عليه، بإيران 3/4 أكلاتهم فيها هيدا اللومي، فهيدا شيء طبيعي عندهم، ومثل ما قلت لكم بينعمل منه شاي كتير طيب. إن شاء الله شي يوم اكتبوا لي بالتعليقات إذا بدكم طريقة عمل الشاي من هيدا اللومي. هلأ إذا عندكم شيء من هيدا الأعشاب اللي أنا ذكرتها هلأ، أو الخضرة المجموعة الخضرة اللي حطيتها مش متوفر فما رح يغير الطعم، وإذا عندكم شيء حابين تضيفوه كمان حطوه، لأنه كل إضافة هي اللي حتغير، بس تكون طبعا الإضافات تكون متناسقة مع بعضها، ما تكون النكهة شاذة عن البقية، بيقدروا يعني بيكونوا مع بعضهم بتطلع النكهة كتير طيبة. يعني البصل مع الفلفل مع هودي معروفين إنه مثل ما بنقول نحن بيحبوا بعض، فما عندهم مشكلة بيكون في تنافر بالنكهة. هلا أنا رح أغمرهم بالماي، وهذه الطريقة بنصحكم فيها لأي شيء بدكم تسلقوه، ما تعبوا الطنجرة كتير لفوق، بل اغمروا الشيء الموجود بالطنجرة، سواء كان حمص، لحمة، دجاج، خضرة، اغمروهن غمر، ومن يغلو خففوا النار لأقل درجة موجودة عندكم. طبعا هذا الحكي ما خصنا فيه من اللي عندهم طنجرة ضغط، نحن عم نحكي على الطنجرة العادية عشان نحن نسرع عملية الاستواء. هلا انا فرجيكم كيف رح اغمرهم، رح اخذ الطنجرة وحطها تحت الحنفية ورح اغمرهم لحد طبعا مثل ما شايفين حد السكينة اللي فرجيتكم عليها قبل شوي، يعني لحد البصلة، ما بدي اعبيهم ابدا مي، ومجرد ما بهذه الطريقة شوفوا قديه غمرتهم غمر، يعني حتى بعد الخضرة اللي هلا بعدها مبينة، طبعا هي لأنه خضرة وهيك رح تدبل وتنزل. هلا في شغلة ثانية كمان، مجرد ما قلت لكم ما تغلي الرغوة، عادة اللحم أو الدجاج بيطلع صفورة، بتطلع رغوة من فوق، ما بعرف شو بتسموها، بعضهم بسموها الريم، بعضهم بسموها الرغوة، الزفرة، مش مهم الاسم، لازم تقشطوها كلها وتشيلوها شوي شوي، سواء بملعقة بمصفاية بأي شيء تقدر تلموها من اول باول، عشان تبقى مية اللحم او مية العظم او مية الدجاج نظيفة. طبعا اخدوا وقت على السلق حدود الساعة وشوي، وهيدي كانت النتيجة. طبعا خلال كمان السلق ما شاء الله شوفوا المادة الدهنية. هلا انا اي شيء بدي اطبخه بهيدي المرأة ما محتاج يحط ابدا اي مادة دهنية، تأكدوا من هيدا الشيء، سواء طبخت رز، طبخت مرقة. على فكرة هيدي المرقة كمان اذا الناس اللي بحب الاندومي، مع انه انا ما كتير انا والاندومي، شعرية الاندومي يعني ماركات كتيرة بس انشهرت بالاندومي، فيكن تستخدموا هيدي المي، يعني بتحولوا الاكل مش صحي لاكل صحي، في شعرية لحالها بدون ما تكون متواجدة بالماركة، يعني هي اسمها ماركة
المهم فيش عليه كتير بالسوق موجودة، هي مش أندومية يعني ما فيها بهارات ولا شيء، تشبه كمان الباستا والمعكرونة وهذه الأمور، كمان شعرية الأندومي بس ما فيها أبدا منكهات. هيدي المرأة كتير طيبة معها. أنا صراحة لما بدي اشتري بيجي عبالي شعرية الأندومي، ما بشتري الأندومي اللي فيها هي البهارات وشغلاتها، بعمل مرقتها أنا. إذا حابين اكتبوا لي كمان بالتعليقات لشيوم سوي لكم أندومي بس بطريقة صحية وكتير طيبة. هيدي المرأة هلأ صارت كتير سميكة، في خففها بالماي. وفي مثلا بدي أطبخ رز، اخد منها بس كباية مثلا وضيفها على مية الرز، بتعطي نكهة بدل المكعبات المرقة اللي نحنا بنشتريهم واللي أنا دايما بنصحكم إنكم ما يعني تستعملوهم أو تشتروهم. فينا نعمل مثلا شوربة للحساء، باخد كباية بحطها فيه مثل ما قلت لكم للأندومي. هذه المرأة لأنه سميكة كتير ففي خففها، تقريبا بتستحمل حتى لتر للتر ونص ماي إضافة. وفي اتركها هلأ بالبراد لمدة 3 لـ4 أيام ما بتخرب. بتمنى طريقتي بسلق العظم تنال إعجابكم. بشوفكن على خير بأمان رب العالمين.